لو أنا عندي 4 جوانب في حياتي ليهم نفس الأهمية، صحتي وشغلي واجتماعياتي وروحانياتي، وقدرت أحط خطة في يومي إني أعمل أنشطة تخدم الـ4 جوانب دول من غير ما ولا جانب يجي على التاني وبإتقان، وكل ده من غير ما ضيع وقت ولا جهد أكبر من اللازم، يبقى أنا كده في تدبيري اليومي أبقى إنسان محكم، حطيت كل حاجة في مكانها من غير ما جانب يظلم جانب. هذا على الحقيقة في حق الله اسم الله الحكيم في إدارة الملك، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء. ومعنى الحكيم من الحكم الحاكم، يسير شؤون الخلق من جماد ونبات وحيوان وإنسان وعوالم غيبية ملائكة وجن بكامل الإحكام والسيطرة. لو المعنى ده استقر في قلبك تجاه ربنا وانتقل من مرحلة العلم لمرحلة اليقين، هتلاقي فيه سكينة في قلبك، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. جسدك هيجتهد في السعي لتحقيق مصلحتك، لكن قلبك هيبقى ساكن مع تقلبات الزمان، لأن فوقك إله محكم السيطرة على شؤون ملكه ولا يفعل لك إلا الخير. لما غابت علة فعل الله عن الملائكة سلموا للحكيم في خلقة الإنسان، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إحنا ممكن ما نكونش مدركين حكمتك بس نعرفك يا حكيم، لأن لو كل فعل من أفعال الله أنت أدركت كامل حكمته هيتساوى عقلك مع حكمة القادر الكبير، وحاشا أن يتساوى مخلوق مع الخالق. لما خفيت حكمة الله عن المؤمنين، إزاي نقابل في بداية الدعوة 1000 مقاتل في بدر وإحنا 313؟ ممكن تخفى الحكمة ليه موقف صعب زي ده، لكن إحنا عارفين الحكيم، فما كان منهم إلا أن دعوا الحكيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. حكيم إن في بداية الهجرة يحصل حرب ضخمة زي دي، 1000 من المشركين ضد 313. في إله فوقك أحكم السيطرة على الكون من الذرة إلى المجرة، فاطمن. ومن أعظم الملائكة المقربين ربنا مسيطر في السماء إلى ما في أرحام بطون الأمهات، كيف يربي الجنين. شوف ربك يقول إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إحكام للسيطرة مع وضع كل شيء في موضعه. هذا الإله لا يغيب عنه احتياجاتك، ولا النقص اللي انت بتواجهه في حياتك، ولا المحنة اللي تقلت على كتافك، لكنه بيقدم ويأخر بعلمه فيك، وقد يمنعك ما تشتهي ليعطيك ما تحتاج، وقد يؤخر عليك ما يسعدك ليعجل لك ما يصلحك. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. سبحان الله. فمن تمام الإسلام دوام الاستسلام لاختيارات من يخلق ما يشاء ويختار، وعليك أنك تأخذ بالأسباب ثم ترضى بعد ذلك بقسمة الحكيم الوهاب. فاللهم يا رب ردنا بما أعطيت، وأرنا حكمتك فيما منعت، ومن علينا بنفس راضية تقنع بقضائك وتؤمن بلقائك.